شوف يا محسن، بدينا الحين دايري تغطية الفلافل. ما شاء الله الفلافل اليوم نشوف سريعين سريعين ما شاء الله. فلافل سنين علشان ابو العيس الليله بس سوينا الفلافل ان شاء الله. شوف الفلافل، هذا فلافل البحاري مو فلافل علي جواد، هذه خبره حق 30 سنه، هذا طريقه ما تغيرت ما شاء الله. نشوف الان في الزيت سوينا حوالي 10 في أقل من دقيقة، 51 ثانية دقيقة سوينا 15 واحد. شوف الطريقة يا علي جواد الصحيحة، وتقرب ايدك الى الزيت يلا يا فؤاد ابو تاكي انتظارك. سامي هو اللي يسوي الفلافل. ايوه سامي الحين وقته ده ما سامي اهم شيء يودي للسيده. ما شاء الله شوف 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 استوى ترى. هذه الليله بس تغطيه الفلافل خاصه. حسين وش تبغى؟ مفروم تبغى؟ ما عندنا دقيقة واحدة. تبغى لك تقلبه. أنا أشترك تبغى أشوف كذا. والله ضيام. ماشي. جيب الأوراق والخبز خلاص هو يطلع لحاله. زهير وش تبغى الليلة؟ عم بدر نقول كل عام وانت وين؟ كل عام وانت بخير. انت بخير ايام مناسبة عيد الغدير. عيد الغدير زهير حبيبي يا حط وكم سك انا احط طلع له كاس يلا حبيبي. الليلة عيد الغدير حبيبي زهير بيحط له حطيه في ايه يا علي وين حطيه كده ما عليه زهير حبه 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 زهير شوي شوي ما شاء الله. زهير شوف كم مرة حسيبها 21 22 بعد بعد كمل حط لك زهير لا تالي تقول نقصك شيء لا ما نقصك ها. وش نقدم هذا بهذه المناسبة التهاني والتبريكات إلى من؟ إلى عيد الغدير صح؟ تبغى سمبوسة زهير؟ في سمبوسة استوى جيب سمبوسة لزهير خليه يجربه. ضياء جيب واحد سمبوسة يلا جربه اعطيني رايك. اكله شوف اعطيني رايك اكل شوي خلنا بنشوف رايك فيه يلا. انت ما اكلت ولا جربته زين تجرب زهير تعال. وهذا الفلافل جاهز والسمبوسه جاهز ما شاء الله. كل عام وانت بخير سيدنا هالمناسبة هذه مناسبة جميلة ومباركة. نبغى الليلة لمساتك. لمساتي ان شاء الله. وشو لمساتك؟ احنا نبغى نخصص واحد الى الدرة. تو جاي زهير وصل فاضل. فاضل كل عام وانت وش بخير بهذه المناسبة. وخضع على ما وصل لرطب ونقول لعلي كل عام وانت بخير بخير وصحة وسلامة.
ليلى شوفك منور الليلة عيد الغدير ما شاء الله تبارك الله افتح لنا هذا علاوي خلنا نشوفه شوفوا ايش موجود عندكم الليلة في المضيف شوف والليلة بعد نشوف هذا بعد الدرة موجود وكل عام انتون هذه صورة حلوة العلاوي صورة وانت بخير وصحة وسلام ان شاء الله متى بس نشوفك في البحر تحترق لو ما تحدق ما تبغى تحدق لا البر روحي بيت الميلاد هم تخصصهم بر علي ابو حسن ابو حسين بتروحي انا البحر جهز حالك نعلمك على الحدائق الاسبوع الجاي قبل محرم هذا ود حاجي كل عام وانت بخير وصحة وسلامة كل عام وانت كل عام وانت خير خير وصحة وسلامة انت وش اسمك علي علي ثنيان من هو ابوك كل عام وانت بخير وصحة وسلامة تحب السمبوسة سمبوسة تحبه روح كلك سمبوسة يلا قوم والفلافل ما تحبه يلا قوم خذ لك فلافل ونقول ابو اشرف كل عام وانت بخير كل عام وانت طيب يا ابو حسين روح خذ لك سمبوسه بعد شويه بعد شويه مو جوعان الحين الحين بعد ما استوي سمبوسه اذا تحس نفسك جوعان روح خذ لك لا بعد شويه تاخذ لك الحين مسوي رياضه الحين بروح بلبس لي كيف الاجواء في البلد علي والله الحركه بعد هي الحركة بعد هي دام جوا هنا شوف الحركة الحركة بعد شوي تبدي ايوه وكل عام وانت انت طيب وبخير وصحة وسلامة وسلامة اللاوي اللاعب الكبير لاعب البحار القادم لاعب الترجي صح علي ما تلعب يا الترجي ما شاء الله لعبك حليو كم مرة عديت مني ذاك التمرين مرة واحدة صح بغيت تجيب هدف بس ما خليتك انا قلت بترك هاي لوك كل عام وانت بخير تحب السمبوسه فلافل بطاطس ابغى واحد من البحاري ما يحب البطاطس فيه ما فيها لازم ياصاص بعد سلم على ابوك مو يقول السيد ما يسوي شيء لا ما يسوي شيء انا مطلوب اعلاميه ونقول لك كل عام وانت بخير مناسبه عيد الغدير وش شعورك الليله مرتاح نفسيا هذا عيد الله صح والله لا الاكبر ايه وش نقول الى جميع المسلمين وين في كل مكان والله يرزقنا زيارة أمير المؤمنين على طول زيارة الأربعين مرة واحدة ها وزيارة أمير المؤمنين وإيش رأيك في أكل المضيف وإيش أحلى شيء تحبه في المضيف الله شفتوا هذا ثاني واحد الحين يقول البطاطس في واحد في البحاري ما يحب البطاطس أبغى واحد الحين أنا أدور على واحد ما يحب البطاطس سيد عباس سيد عباس ما تحب البطاطس هذا أقاويل كاذبة يعني تحب البطاطس أقيل ها يلا حط له رضوان خله ياكل خله يقول لنا رايه فيه أعطينا رايك فيه ليلى يلا نشوف تجربة ما شاء الله نشوف التجربة عطنا التجربة دون مجاملة وش رايك لا بأس فيه أحب أقعد نخليك تجرب السمبوسة وتقول رايك وش رايك تجرب سيد عباس يجيب له سمبوسة واحد شوف التجربة
تجربة السمبوسة. شوف عجبه، شوف عجبه، شوف عرفنا مو زي ده، لاحظ عليه غير في الذرة، غير الذرة غير. شوف كم تعطي من 10؟ 8. لازم ينقص، لا تغششه. كل عام انت بخير ابو حسين. باقي بعد ابو حسين خليه يجيب سمبوسه الحين، خليه جيب سمبوسه لابو حسين. احلى ما اجي من قريه البحاري. ابو حسين سالنا الجميع وايش الشله تحبه في البحاري اكثر شيء في المضيف. ها حسين، وايش اكثر شيء تحبه في المضيف؟ القايمين على المضيف، البطاطس، لو الفلافل، شفت كيف؟ كلهم البحاري الحين تأكد. وهذه من هي الجميلة؟ زهراء. هذه بنت حسين. بترضى الحداد، الله يخليها. كل عام وانت بخير ابو حسين. وايش رايك في السمبوسة ابو حسين؟ يكفيك واحد ابو حسين؟ قلت لنا مسوي عباس وسيد ورسول الله. كل عام وانت بخير. الى مهتدى مهدي. مهدي مهدي شوف ما يطلع يعني مهتدى. لا مهدي ما يتخلى جنبه، اتوقع انه خلاص. وايش رايك عجبك؟ اشوفك واقف تحته، خلاص شكلك ما بتتحرك. يلا كل لا تستحي، خذ لك واحد لا تستحي. شوف ذاك ياكل، مو قادر. كل عام انت بخير ابو فاضل. كل عام انت بخير وصحة وسلامة. زينب، زينب الجميلة، كل عام انتين بخير. زينب تحب البطاطس لو السمبوسة؟ ابا اشوف هذه هي اللي بتحكم على، تبغي بطاطس لو سمبوسة؟ شفت كيف؟ عباس سألنا خمسة كلهم يقولوا بطاطس. البحاري أم البطاطس. الحين صدقت إنش مو من التوبي. ها عباس مو من التوبي. بعد حسين تبغى سمبوسة يا حبيبي؟ سندويش الفلافل؟ ما يصلح لك الفلافل. عبود ما تبغى سمبوسة حبيبي؟ فلافل ما يصلح لكم، خذوا لكم سمبوسة. يلا جربوا. لا يا كريم يا رب جميعا. فلافل ما عليك. اوكي يا محسن، البطاطس استوى، البطاطس استوى، فلافل استوى. ابو زينب حبيبي، نبغى نعرف قصة الحافظة اللي عند محسن حق الاطفال. هي نعم. وايش قصتها؟ الاخ العزيز محسن. أيوة. دائما الشباب يذكروه في المضيف هني بيت ابو حمد بالخير والعافيه. اليه مواقف جميله، دائما لما يجي محسن يجي وياه حافظه حق اطفال. حق اطفال. وايش فيها الحافظه يعني هذه؟ وبعدين جاع في الليل السحار ياخذ هذا بنيه السحور، اول دينا مشفيقه يبغى يستانس يعني ما ياخذ في الطريق. يحب يعني ياخذ له شويه عشان لين راح البيت في مباراه لو حاجه بعد المولد لو ذا يقعد يسهر. هو طبعه سهاري ما ينام، لاعب كره قدم هو بعد. وحب السمبوسه وحب سندويش الفلافل المفروض ما عليكم منه. هم كله يقول لك رجل انا مسوي رجيم وانا ما اكل وبس، وعندي نظام غذائي وكذا. ها وما عليك طايح طيح. حافظات هذه بعدين يجي دورها. الله يذكرك بالخير يا محسن على الحافظات وعلى جياته كلها هني. انا ترى للحين عباس ما جاوبت على سؤالي، وايش داخل هذه الحافظه؟ الحافظات انت فاضيه فاضيه ما فيها شيء. لا 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 انت فاضيه عشان تتعبى هذه تتدرس هني في الموضوع يعني. يعني يجيب الحافظه فاضيه
فاضيه ويرجع بها البيت متروسه متروسه الى من يعني الإمام. الى الاولاد ايوه وبعد اوقات في الليل خليهم لين ناموا وبعد طلعهم ياكلهم يطلع وياكل يسحرهم يحط فيها بطاطس وفلافل يعني هو يهرس المهز وكل عام وانت بخير يا ابو فاضل بخير ابو حسن ومحسن الليله عنده زواج بس قال بيجي خسران خسران عطاه مصطفى يمكن تحط الصلاه يلا كل عام وانت بخير انت بخير صحه وسلامه يا ابو حسن فاطمه كل عام وانتين بخير قولي وانت بخير ما تقولي يقين كل عام وانتين بخير وانتين بخير وصحة وسلامة زينب كل عام وانتين بخير هذه صديقتك واسمها يقين هذه واسمها زينب وهذه واسمها الجميلة فطومة وانتين وش اسمش يقين جميل كل عام وانت بخير ابو حبيب كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه والله يعودنا اياكم بالخير ان شاء الله الصحه والسلامه وهذه صوره انت وعباس الله يسلمكم وحبيب حبيب تحب البطاطس لو ما تحب البطاطس اهم شيء البطاطس صح الحين تاكدت انك من البحاري محمود ياكل السمبوسه في المضيف وايش رايك في السمبوسه ابو محمود اول حاجه كل عام وانتم بخير وانت بخير وصحه وسلامه ابو محمود اهلي ورا بعد سيد اسلم على ذاك من العواميه وايش اسمه ابو علي الزاهر ابو علي الزاهر ما تتمنى طلعه وياه ابو محمود في البحر بالعكس ممنون والله جاهز المنيفه ان شاء الله جاهزين ها شوف تركهم كلهم ابو محمود وذكر بس ابو علي لان احبه الحب بعد وما الحب الا للحبيب الاولي كل عام وانت بخير ابو محمود سلم الجميع حياك كل عام وانت بخير ابو حسن كل عام وانت بخير يا ابو وصحه وسلامه بهذه المناسبه وان شاء الله نبغى رايك في المضيف حركه المضيف وايش رايك فيها الليله ما فتحتوا انتم المضيف صح صعبه علي يا اخو زين ان شاء الله الا وظايف اهل البيت اخوي ما لي لا نفط ولا وايفين ابدا ها صح ابدا زين بالنسبه الى الاكل اهم اكله في المضيف هذا موجوده التراب المضيف اخوك احلى من الاكل الله يعني مو البطاطس لا التراب المضيف المداس اللي هني احلى من كل شيء كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وهذه صوره لك يا ابو حبيب تعال ابو حبيب ابو حبيب يبغى صوره وياك الرجال ها إيه. هذه الصوره يا الله ايش كيف كل عام وانتم كل عام وانت بخير وصحه وياك بخير وسلامه وهلا بالشيخ كل عام وانت بخير ابو محمد ابو محمد كل عام وانت بخير وبصحه وسلامه فسح للشيخ ابو حسن وسع هذا اللي فيه اي وسع للشيخ شهر الصيام داوم بارك المضيف الحين شوف النسيب ها وايش تبغى ابو محمد تبغى الماجي موجود الماجي ما شاء الله تبارك الله حط لي درة هذه ابو محمد اعطي درة يا ربي نصبت وجهي واليك يا ربي هلا عباس عباس ها وشو دي عباس فبعزتك عباس وصلت الهدايا من عند عباس كل عام انت بخير ابو حسن كل عام انت بخير علي كل عام انت بخير صح حسن من زمان ما شفناك كل هذا في المزرعة كله نوم عادي يا الحين خلاص يعني يلا خذ لك بطاطس بعد هذا من هو ايش اسمك حسن كل عام وانت بخير وهذا الجميل
عبد الله كل عام انت بخير. سيهاتي الغريافي دوره الى الفوتوغرافي القديم ابو مهدي. كل عام انت بخير صحة وسلامة. الحمد لله على السلامة. الله يتقبل. توني ادري من عباس المرهون انك في الحج. لا انا توني بس اليوم اقول راح علي يعني. عام انت بخير ان شاء الله نلتقي وياك في الحج. الحمد لله رب العالمين. حسين كل عام انت بخير. انت تحب اللقاءات. كل عام انت بخير وصحة وسلامة. بدل عباس. يا عباس صورة يا عباس يا هشام. ما يجي واجد. وصول كريم. ابو احمد كل عام انت بخير حبيبي. هلا معالي كل عام انت طيب. الله يسلم حياك. نورتنا ابو احمد. نورتكم حارب عبد الكريم حبيبي. سوين عبد الكريم كل عام انت بخير. كل عام انت طيب. هلا وايش اخذت الليله؟ والله اخذت من عجيت لازم في صاص. ها اي لازم. لا ما اكل طبعا. سندويش رصاص ما اكله. سويد خبره. في هذا المجال اخوك بعد ما يحتاج. مفهوم الكلام. خبرتي وين خبرتي؟ خبره البيض. البيض المسلوق في احد يسوي زي انت تسويه. تحط القطيف والبحاري ولا ما حد يسوي سندويش. ما حد يوصل لك صح؟ ما حد يسوي. كم خبرتك في هالبيض؟ 30 سنه انا. 30 سنه خبير في البيض. يعني هذا مو ذاك الزود. مو زهدت. لا بس علشان المولد. علشان المولد باكلها كلها. يلا زين يا عمري يا عمري تعليرني. ابو احمد انا اللي اعرفه انت تلوت. اخوك هو اللي يسوي البيض وانت اللي تلوت. انا ما اسوي سندويش. صح لو سندويش اسوي. اي بس مو اخوك اللي يسوي. لا حجي مهدي الكريم حبيبي يسوي. هو اللي يسوي. هو اللي يسوي. ومن اللي يلوت؟ لا ما عليه. انت اللي تلوت بعد. ما عليه. تحت تعالوا اعزمكم بكره على سندويش. ويعني ابو محمد اللي يسوي. تعال بكره اعزمكم. شريف ابو محمد هو يلوت بس. تصوير وصلنا اليه. بارزنا اليك شريف. لا هو شكله يسوي. سوي يا ابو احمد. توزيعات الليله شط الكسر وقطه. اي واحد يجي ضد الكسر. ضد الكسر لا يبغى يجي يدور. بلاش مجاني صح؟ مناسبه المولد. داعمين كل اهل الخير. اهل الخير. ها نشوف. ارفع علينا كم واحده يا ابو علي خلنا نشوف. بلاش والله مجاني. وهذا ابو مراد بعد. كل عام انت بخير صحة وسلامة. وايش يقولوا؟ شوف اهم حاجة في ذي الليلة ما تنسى مراد تاخذ ليها. بعد بطاطس اهم شيء البطاطس. ابو حسين ايه ابو حسين الجار العزيز كل عام انت بخير. حيا الله ابو حسين. نورت البحاري والمكان والفريق كله يا ابو حسين. الله يسلم. محمد سعيد كل عام انت بخير. كل عام انت بخير. وقف منه. مسوي لنا مشكله. لا ما في مشكله ولا شيء. مهددت انكم سعيد. كل عام انت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. وايش رايك في التمرين؟ ما حضرت انا ما جيت. بس شاهدت المفروض. ما حضرت انا البارحه ما حضرت. محمد سعيد وايش احسن حاجه في المضيف؟ في البحرين. ارجع ارجع من هناك. وايش احسن حاجه في المضيف تاكلها محمد سعيد؟ اول شيء مبارك للامه الاسلاميه ان شاء الله. جمعه محمد سعيد. كلها ان شاء الله. كلها. الله يعود علينا وعلى الجميع ان شاء الله. وثانيا. نصيب امير المؤمنين سلامه. ايه وثانيا. ثانيا الاكلات الطيبه. الاكلات اشوف محمد سعيد وايش ماخذ له؟ مسلوق ودره. بس احسن حاجه. بس احسن حاجه محمد سعيد تاكلها في المضيف وشو؟ المسلوق بس. بس المسلوق. احب المسلوق. يعني ذكرك بالمسلوق اللي يسويه. هل كريم كان يسوي مسلوق قبل؟ ابو محمد مرشود. يبيع لو مرشود. مرشود يسوي. كريم ما كان يسوي صح؟ كريم بعد يسوي بس مرشود اكثر. الافضل فيهم من؟ اثنينهم. خبير يعني. اثنينهم لا تورطني يعني. حبيبي علي والله. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. لازم تمر على المضيف ابو حسين. لازم تقدم في الشراي لازم ما تقدر يعني. لازم اهم شيء الاكل. اهم حاجه البطاطس. مثل البطاطس الحين. انت الحين تنتظر البطاطس. حتى في الحر تتحمل يا ابو حسين. اتحمل علشان البطاطس.
والفلافل المكان والبصافل والفلافل. الله يسلمك كل عام وانت بخير. كل بحاري كل عام وانتون بخير. ها ما في استعداد لبطولات جديدة؟ ها كلمة للكابتن عباس. عباس شكل الليل عنده قصيدة في احتفال ما شفناه الليل مبين. كل عام وانتون بخير. كل عام وانت بخير. ابو نجف الله يعود علينا وعليك ان شاء الله. وتقول بعد ما سمحنا لك تتكلم هذا يتكلم بالنيابة عن عائلة آل ابو صعاب كاملة. الجار العزيز ابو نجف هذا تاج راس عائلة ابو صعاب. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. لا تنسى البطاطس ابو نجف. بنشوف ما ننحب الزيوت بس ناكل فلافل. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. وصلتوا من الحج؟ خلاص الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. الله يسلمك. كل عام وانت بخير. انت بخير ابو عبد الله حبيبي. هلا حبيبي. انا ما اشوفك الا في المناسبات. لو على كيفي نعم زي من قبل كل يوم اشوفك. يا الله هل إنسان هذا محبوب والله استغرب منه حبيبي. هذا لا تستغرب. لا قلت لك احبه تسلم في الرتبه تسلم. الاولى حبتك الزهره. كل عام وانت بخير حبيبي. بخير وصحه وسلامه. الشباب كل عام وانتم بخير. وهذه صوره 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 لا تخاف. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. كم وين الله. كل عام وانت بخير سيد. ده هو موجود سيد رضي. كل عام وانت بخير سيدنا. الله يسلمك. سيدنا سيدنا كل عام وانت بخير. الحمد لله رب العالمين. محمد شفته يقول لك سيد رضي ما جيت. الحمد لله رب العالمين. كل عام وانت بخير سيدنا. طيب بخير صحه حسن وحسين. حسن وحسين ما جو ويانا في المضيف. هذه مشكله. ايه بعد صح خبرك سيد الحين. إيه. جميل جميل حلو. إيه. عند البطي موجودين عند ابو علي الحين المنطقه هناك. الحين باقي السيد نشوفه عند المضيف ولا مره شفناه هناك. ان شاء الله يجينا بخير والعافيه. احنا عندكم يعني اي تعال كلك بطاطس فلافل. شوف عدل وسوار ايش كذا. يلا الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يرحمه ويرحمكم. كل عام وانت بخير عادل. كل عام وانت بخير. وهذه بالنيابه عن بيت سويد كلهم. انا وياك من المتمسكين بولايه امير المؤمنين. يا الله يا الله يا الله. تفضل ويانا له. احسنت احسنت. في شاي زيدك اليوم؟ كل شيء. في ليمون؟ حتى البيرة فيه. كل عام انت بخير ابو مشتبه. الله ابو محمد. كل عام انت بخير ابو محمد. لازم يصور يا يحب يصور يا شفيق. كل عام انت بخير بن عمو. زين كل عام انت بخير. الله يحفظك ان شاء الله. لاعب الخليج الكل عرفه شفيق العلي لاعب الخليج سابقا. يلا حياك بن عمو. وحاليا بعد الحين مشجع لهم الى الحين. ها يعني لو يصير الترجي والخليج خلجاوي خلجاوي. علي ما صوت علي. كل عام وانت بخير. انت بخير ابو مرتجى. حياكم بهذه المناسبه. جاهز للتمارين؟ تمارين مين؟ تمارين الجديده الجروب الجديد. جاهز يعني؟ جاهز. كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك. حياك.